مفيش عندك مشكله. انا فاكره انه كان في واحده، ان انا مثلا انا متجوزه 30 سنه، فكانت واحده اتصل بيها تقول لها ايه، وانت ما بتعيطيش بقى ان بنتك ما بتتجوزش. انا فاكره المكالمه دي، قالت لها اعيط؟ اعيط ليه؟ اعيط ما هي حلوه اهي وكويسه اهي. فخدتي المواضيع بسلاسه وبهدوء ازاي، وفي ضغط مجتمعي عليكي طول الوقت، البنات ما اتجوزتش وما عندكوش غير بنات، فهتودوهم فين؟ ما لازم يتجوزوا. انت واخده الموضوع بسلاسه ازاي؟ لاننا ايه بنفنش الفقره اللذيذه الحلوه دي، واخده الموضوع بسلاسه كده ازاي؟ انت كنت تميتي 30 سنه؟ يعني انا اتجوزت، بصي اتجوزت في شهر 9 وتميت 30 سنه في شهر 10. شهر 10 بس ايه، ما هو انت اتخطبتي وانت صغيره خالص وكده. ما علينا، المهم انه الجواز ما جاش. الجواز البنات الصغيره غلط، البنت لما بتكبر وبتشتغل بردك بتبقى فاهمه الدنيا اكتر. لكن الصغيره دي بتبقى يلا بتبقى مش فاهمه هم. وبعدين الصغيره بالنسبه لنا كانت 19 سنه. انا متجوزه 24 سنه. كنت اتخرجت من الجامعه واشتغلت وكده. فايه بيبقى في فرق ده طبعا. احسن من انه البنت تتجوز صغيره ما بتتحملش مسؤوليه، والولد بيبقى صغير بيزهق بدري، ينضجوا بس شويه كده بيقولوا اصلها مش هتخلف. طب ما بتبقى متجوزه صغيره وما بتخلفش. المهم انت نورتيني، وانا مبسوطه ان انا عامله حوار فريد من نوعه. معرفش، ما شفتش مذيعه استضافت مامتها قبل كده، بس انا يعني لمست انه الناس بتحب الحاجات الحقيقيه، وانت ست حقيقيه وانا ست حقيقيه، وبتحب الناس اللي شبههم، وانت شبه امهات كتير قوي، ست طبيعيه بعيده عن اي تكلف، ربت ولادها يعني بمنتهى الاخلاص والهدوء. طول عمرها نفسها نبقى هاديين زيها، بس ما فشلتش في ان انا ابقى هاديه زيك. انا مش هاديه. بس انتوا كنتوا شاطرين. ايوه، ما كنتوش بتسقطوا. صح، ما كنتوش بتصاحبوا حد، ما كنتوش بتتعبونا. طب الحمد لله. كنت بعلمكم الطبيخ، كنتوا بتطبخوا كويس وكده. صح، يعني ريحناكي. احلى حاجه. كل سنة وانتي طيبة يا جيجي. طيبة يا حبيبي. وكل سنة وكل أمهاتنا طيبين. احتفلوا مع أمهاتكم بأي مناسبة، خديها واخرجي معاها، قضي معاها ليلة راس السنة، قضي معاها ليلة العيد. وانتي مسافرة خديها في إيدك، وانتي خارجة تتعشي ولا تتغدي بره خديها. صحيح هي ما بترضاش وبتغلبنا وما لا بتحبش. لا لا، وتاكل بره ليه؟ ما تاكل في البيت. تحبش الأكل.